أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، السلام عليكم. بالحقيقة احنا أخذنا محاضرة وحيدة أو محاضرتين عن السايكومتريك، عن موضوع السايكومتريك تشارتس، وأنا رفعت باقي المحاضرات، فراح أحاول أنطي فد فيديوهات يعني قدر الإمكان تكون قصيرة توضيحية للمحاضرات اللي تم نشرها. وراح أبتدي بمحاضرة اللود ديزاين أو اللود استيميشن أو اللود كالكوليشن، يعني حساب الأحمال. بالحقيقة أنت حتى تيجي تحسب حمل أي حيز لازم تعرف مجموعة من الأشياء. طبعا هذا الحيز راح تكون اللي انت تريد تجي تحسب الحمل. طبعا احنا جاي نحسب حمل التبريد، هو اكو حمل تدفئة، طبعا اكو حمل تدفئة، ولكن احنا راح بسبب الظروف راح احاول اضغط الموضوع واختصره قدر الامكان حتى يكون عندك يعني اقل قدر من الاطلاع عن هذا الموضوع اللي هو موضوع كلش مهم. انت الحيز اللي تريد تجي تكيفه تسوي له كولينج لود مو هيتينج لود، لان الهيتينج يختلف عن الكولينج. فانت من تجي تسوي له كولينج، هذا الحيز يكون درجة حرارته بنفس درجة حرارة الجو انت تريد تكيفه الى ظرف الراحة. فبالتالي لازم تعرف مجموعة من الاشياء، منها هسه هو هنا قايل لك هاي منها الاشياء اللي انت لازم تعرفها اتجاه البنايه. ليش؟ لان اتجاه البنايه مهم جدا، لانه يؤثر على الاشعاع الشمس الساقط. يعني الاشعاع الشمس الساقط اذا كان اتجاه البنايه شمالي او جنوبي او غربي او شرقي او جنوب شرقي او شمال شرقي، هذا كله يؤثر على شده الاشعاع الساقط على البنايه. بعد شنو الأشياء اللي المفروض تعرفها؟ شنو استخدام البناية؟ شنو جاي يستخدمه؟ جاي يستخدمه أوفيس، هوسبيتال، ديبارتمنت، كل واحد إلى أشياء معينة. أبعاد البناية، ارتفاع السقف، إيش قد عدد الأعمدة البي، شنو نوع الماتيريال اللي تتكون مال البناء، الأرضية، السقوف، البيئة المحيطة البي، الشبابيك اللي يحتويها، الأبواب، مواقعها، عدد الأشخاص الموجودين، الإنارة الموجودة، شنو عندك ماطورات، شنو عندك أجهزة كهربائية، حاسبات، غلايات، أمور، قضايا طابعات، أي شيء. وش قد تسوي فنتليشن؟ طبعا أنت هذا كله يعتمد على النشاط نشاط وطبيعة البناية، وكذلك الثيرمال ستورج. بالتالي من هاي الأشياء اللي عرفناها المهمة، راح نقسم اللود اللي يدخل للبناية عبارة عن لود اكسترنال يسموه ولود انترنال. اللود الاكسترنال الاوت دور لود اللي هو شعاع الشمس الساقط والحرارة المنتقلة من الحيطان والسقوف والأبواب والشبابيك، درجة الحرارة الخارجية تأثر، the air vapor pressure ضغط الهواء، ضغط الهواء البخاري، مجموعة من العوامل تأثر بشكل خارجي. يعني اكو عوامل خارجية، منها مثلا كمثال منها الشعاع الشمسي الساقط على داخل الغرفة، او الشعاع الشمسي اللي يسقط على الحائط او على السقف او على الجامع، يعني على الويندو او على الدور، هذا يسبب لك لود. كذلك اكو عوامل داخلية، منها العوامل الداخلية الانسان الموجود داخل الغرفة، هذا يطلع لود. لان هسه راح نشوف بالجداول هذا راح يسوي سنسبل لود وراح يسوي ليتنت لود. عندك اللايت يسوي، عندك الاجهزه تسوي لود بالغرفه، يعني شنو اجهزه؟ اي شيء، جلوب، اللايتس على حده هو فاصل هنا، الابلينس هنا، هاي الاجهزه المقصود بيها.
أي جهاز، من لابتوب، من غلاية تستخدم، من مروحة، من أي جهاز كهربائي، إلكتريكال موتور، هاي الماطورات الكهربائية، أكو غرف معينة تصير بها ماطورات كهربائية لازم تأخذها بعين الاعتبار بالتصميم. وراح نحصيهن ذني وحدة وحدة ونحسب حملهن وحدة وحدة، ماشي. هذه فد مقدمة على آلية حساب الحمل داخل الحائط إذا أنتوا أخذتوا هيت ترانسفير، فراح تعرفون هذا الرسم شنو. أنا ما أريدك تدوخ بهاي التفاصيل، أنا حاطها إلك يعني الفائدة. الشيء المهم اللي أريدك تعرفه، طبعا هاي الاكوفالنت تمبرتشر هسه راح نحكي عليها، بس انا ما راح اطولها عليك، راح اعطيك اياها مختصره جاهزه، لان شويه حسابها طويل واحنا وقتنا ضيق وما عندنا وقت. اذا اريد احسب الكولنج لود، طبعا انا راح امشي بالكلام وراح اخذ الدرس، يعني القاعده الدرس مالتنا كمثال اللي هي هذه، زين، وراح نطبق عليها القوانين، قانون قانون، حتى كأنه يصير هم هو مثال هم هو محاضرة. السولار هيت جين هيت جين جلاس، هذا المقصود به شنو؟ الشعاع الشمسي اللي يدخل من الزجاجة، بمعنى اكو شعاع شمسي هذا الزجاجة، طبعا قاعتنا اذا تتذكرون طبعا هذا الاتجاه الشمالي مالتها تقريبا، وبيها ثلاث شبابيك باتجاه الشرق، وبيها شباك باتجاه الغرب، وبيها باب. اكو شعاع شمسي يسقط هنا، يدخل هنا، يدخل هنا، وشعاع شمسي يدخل منا، هذا الشعاع الشمسي اللي داخل الغرفه كون نحسبه. زين، وفق يا قانون السولار هيت جين، هذا القانون السولار هيت جين يقول لك الكيو سولار اجلاس، الحراره التي تدخل من الزجاجه، هاي الحراره مو حراره توصيليه، حراره بالاشعاع، لان الحراره بالتوصيل تختلف، راح نجيها الحراره بالتوصيل. شو تساوي؟ تساوي السولار هيت جين اللي يجي من الشمس، هذا منين نجيبه؟ هذا مجدول طبعا حاطين اياه بجدول وجاهز، في مساحه الجامع في فد فاكتور معين طبعا لنوع الشباك، احنا راح نفرض اللي هو الشباك مالتنا ستيل ساش، زين، بالتالي راح يكون القانون مالت اذا اردنا نحسب الشعاع الشمسي الساقط بغرفة الدرس مالتنا، نقدر نقول الشعاع الشمسي الساقط، طبعا هذا راح تجيبه من يا جدول 12A اللي هو وينه، اللي هو هذا، زين، هذا 12A. طبعا احنا مثلا اذا اردنا نصمم الماكسيموم لود، الماكسيموم لود نشتغل وين؟ طبعا الشباك شنو اتجاهه؟ عندنا شبابيك شرقيه شبابيك غربيه، نجي على هذا الشرقيه، هذا الايست، هذا نورث، هذا نورث نورث ايست، هذا نورث ايست، هذا ايست نورث ايست، هذا ايست، وهكذا. هذا الايست الشرقي نشوف اعظم رقم باتجاه الشرق شنو هو؟ اريدك تدور بهاي القائمه تطلع اعظم رقم بهذا ما عدا هذا، ما تاخذه هذا اللي هو هالف دي توتالز، هذا الافرج مال الشهر الجانوري، اريدك تدور انت بالايست هنا ما عدا هذا الرقم التركي اللي هو 1796، وهذا هم الرقم التركي، تدور بذن الارقام خلال الايام، اعظم رقم خلال هذه الايام وين تخليه؟ تجيبه تخليه بهذا القانون كيو سولر جلاس ايست. كيو سولر يعني كيو اشعاع شمسي، اللود اللي جاي من الاشعاع الشمسي النافذ خلال الزجاجه باتجاه الايست، تجيب الرقم اللي طلعناه منين؟ من الجدول هنا سولار هيت جين، هذا شنو وحداته؟ وحداته واط على المتر المربع، في الاريا مالت الجلاس تجمع مساحه، لان الشعاع الشمسي يسقط منها ويسقط منها ويسقط منها بنفس الشده، فتسويهن ذني كانه شباك واحد، مساحه هذا الشباك زائد مساحه هذا الشباك زائد مساحه هذا الشباك، راح تطلع لك المساحه الكليه مالت الجلاس، في الفاكتور اضربه في الفاكتور هذا اللي احنا اخذناه
1.7 اذا كان الشباك ستيل ساش. ايش راح تطلع لك؟ راح يطلع لك اللود اللي جاي من الشباك الشرقي. الشباك الغربي كذلك نفس الشيء. تروح للجدول تاخذ بالاتجاه الغربي، يعني تروح لهنا تجي لهنا للوست، تشوف اعظم رقم هنا ما عدا هاي الارقام، زين تخليه وين؟ تخليه بهذا القانون، تخليه هنا سولار هيت جين باتجاه الغرب. سولر جاي من الجلاس باتجاه الغرب يساوي هذا المقدار في مساحة الزجاجة في الفاكتور، راح يطلع لك رقم باتجاه الشرق ورقم باتجاه الغرب. هاي ايش حسبنا؟ حسبنا اول نوع من انواع الاشعاع الساقط للغرفة هذه اللي جاي من الشباك كشعاع شمسي منا ومنا، زين. النوع الاخر من انواع الاحمال، طبعا هذا حمل خارجي، لو مو حمل خارجي حمل خارجي هذا، ليش؟ لانه جاي من البيئة الخارجية داخل اللي وين؟ للروم. النوع الثاني من الاحمال اللي هو السولار ترانزميشن ويندو اند دور، يعني شنو؟ يعني الحراره المنتقله من الشباك ومن الباب. لعد احنا وين كنا نحسب بالاولى؟ بالاولى بالحقيقه مو ترانزميشن، هذا كسولار راديشن، هذا مو ترانزميشن، يعني مو حراره منتقله من الشمس من الويندو، لا، هذا سولار هيت جين من الجلاس، يعني شعاع شمسي نافذ من الزجاجه. هذا لا، هذا الشعاع الشمسي من يسقط على الزجاجه شو يسوي؟ يرفع درجه حراره سطح الزجاجه الخارجي، في حين سطح الزجاجه الداخلي يكون بدرجه حراره الغرفه. فاذا انت عندك فرق درجات حراره عبر الشباك، ايش راح تسري الحراره من الخارج للداخل؟ هذا اللي يقصد به سولار ترانزميشن ويندو. كذلك بالنسبه للدور، القانون مالتها هو هذا الكيو ترانزميشن، طبعا هذا راح ابدله اني الرمز، راح ابدله بهذا الرمز سولار ترانزميشن ويندو اند دور، يعني الحراره اللي تنتقل اذا ارتفعت سطح الجامه الخارجيه عن سطح الجامه الداخليه راح تسري الحراره. فاذا تريد تحسب الكيو ترانزميشن الجاي من الويندو شو يساوي؟ يو هذا معامل انتقال حراره، هسه راح نروح نعرف منين جاي، في مساحة الويندو، مساحة هذا الشباك في تي اوت ماينس تي ان. هسه تقول لي تي اوت ماينس تي ان شنو؟ احنا اذا ردنا نصمم على الماكسيمم لود راح ناخذ التي اوت مثلا فد 50 على اعظم قيمة توصلها بالصيف، واحنا القيمة اللي نريدها تقريبا 24 او 23. فهذه اذا ما اجاك بالسؤال هاي القيم مال درجات الحرارة انت تفرضها، زين. واحنا راح نعطي واجب بنهاية المحاضرة هذه ونشوف شغلكم ونعطيكم فد واجب هم بسيط مو صعب. فإذا أريد نحسب هسه الترانزميشن الحرارة اللي انتقلت من الويندو، نقول مساحة الشباك، مساحة هذا الشباك زائد مساحة هذا الشباك زائد مساحة هذا الشباك في درجة فرق درجة الحرارة. هسه اليوم مالت الشباك منين نجيبها؟ هنا قايل لك اليوم مالت الشباك نقدر نجيبها منين؟ من الجدول 20، هذا الجدول 20، الجدول 20 نقدر نلقاه هنا. طبعا هذا هم ايضا انا منزلها هذه، بس الجزء المواضح مسوي على حده هذا العشرين. طبعا شيء شي طلع لك هذا الجدول 20؟ طلع لك ترانزميشن كوفيشنتس اللي هو اليو، يجيب لك اياه من الشباك ومن الباب. هسه للشباك خلينا نفرض احنا عندنا طبعا بالقاعده بالغاز فيرتيكال، خلنا ناخذ سمكه مثلا 6، فراح يطلع عندنا اليو مالتنا ايش قد؟ 3.46. هذا وين يجي اليو؟ هذا اليو يجي بهذا المكان بالنسبه للشباك. فهسه تقدر تحسب، تقدر تحسب مساء طبعا هسه تقول لي الشباك هذا اخذه وحده وهذا اخذه وحده، كيفك تريد تجمعهن كلهن ذني، لان هذا فرق درجه الحراره منه هو نفس هذا فرق درجه الحراره منه. فتقدر تجمع مساحه هذا الشباك ومساحه هذا الشباك ومساحه هذا الشباك ومساحه هذا الشباك، راح تطلع عندك مساحه الشباك الكليه في اليوم مالتها احنا اخذناه نفسه، هو هذا نفس النوع، نفس هذا الشباك، نفس هذا، نفس هذا، نفس هذا، نفس النوع،
زين في فرق درجة الحرارة، راح تطلع لك الحرارة اللي انتقلت منين؟ من الشباك على شكل شنو؟ على شكل ترانزميشن. اللي تجي من الدور على شكل ترانزميشن. ايضا مساحة الباب في فرق درجة الحرارة، اليومات الباب تقدر تجيبها من الجدول ايضا نفسه اللي هو 20 هذا الدور. طبعا هنا قايل لك الباب مالتك اكسبوز دور لو وذ ستورم دور، احنا ناخذها اكسبوز دور يعني بابنا كانت معرضه للشمس، وخلنا ناخذ سمكها مثلا فتح 51 ملم يعني 50 ملم. زين يكون اليو مالتها 2.61. هسه تقول لي استاذ اخذها بكيفي؟ اقول لك هذه الجيجات جيجات البيبان اللي متوفره. فخلنا نفرض الباب مالتنا 50 ملم يكون اليوم مالتها 2.61. بالتالي ايش قدرت تحسب؟ بالتالي قدرت تحسب الكيو ترانزميشن اللي اجى من الدور. هاي اليو جبتها من التيبل، وهاي الاريا مال الدور معطات يعني يعني اذا يعني مثلا فد سؤال انا اعطيك اياها، وابعاد الشباك انا هم اعطيك اياها. زين اما باقي المعلومات مثلا ما اقول لك ايش قد سمك الباب، انت تفرض سمك الباب حسب الجدول اللي عندك. زين وانا راح اعطيكم واجب واشوف شلون تصرفون خلال الواجب. يعني مثلا مساحه الشباك، خو مساحه الشباك انت تقدر تعرفها يا يعني ما تقيسها. احنا بالمرحله الرابعه عندنا نشاط حساب اعمال، يروحون يقيسون كل شيء، يقيسون الشباك، يقيسون الباب، يقيسون الغرفه ايش قد مساحتها وهكذا. فهسه اليو توفرت عندك، مساحة الباب متوفرة عندك، فرق درجات الحرارة انت تفرضه اللي هو فرق درجة حرارة الجو عن درجة الحرارة اللي انت تريدها، راح تطلع لك الكيو للترانزميشن. طبعا هذا اللود شنو هو؟ لود خارجي. ليش؟ لان عبارة عن حرارة خارجية جاية من الشباك داخل لي وين؟ للحيز، او حرارة خارجية جاية من الباب داخل للحيز. زين ننتقل للنوع اللود الاخر اللي هو اللود اللي منين جاي؟ سولار اند ترانزميشن جين من الوول، الحراره اللي تجي من الحائط. انت عندك هذا الحائط مات الروم مالتنا، هذا الحائط اللي هو هذا. اذا تتذكر هذا ورانا اكو قاعه، يعني هذا مو حائط خارجي، وهنا الدرج. فعندنا الحائط الخارجي هذا المعرض للشمس مباشرة، وعندنا الحائط الخارجي هذا، هذين يسموهن exposed wall، حيطان معرضة لدرجة حرارة يعني المعرضة لإشعاع الشمس المباشر. هذا شي يسموه wall. زين الاعداد شنو هذا؟ مو wall، لا هذا يسموه partition، أي فاصل. طبعا هذا بارتيشن لان من هناك غرفه ومن هناك غرفه، هذا بارتيشن مو وول. فهذن الوول، هذا الوول وهذا الوول لهن قانون خاص بهن. ليش؟ لان الدلتا تي اكوفالنت مالتهن، يعني لان فرق درجه الحراره يكون دلتا تي اكوفالنت. زين الكيو ترانزميشن اللي تجي من الوول هي اليو مات الوول في الاريا مات الوول في الدلتا تي مات الوول. زين هسه الدلتا تي مالت الوول هاي الاكوفالنت تمبرتشر، ما اريدك تدوخ بها الاكوفالنت تمبرتشر، ولكن يعني هي بها حسابات تقدر يعني المفروض تحسبها انت وحدك من علاقات معينه وجداول طويله، بس انا راح اسهلها عليك. انطيك الدلتا تي اكوفالنت جاهزه. مساحه الوول خو انت تقدر تحسبها، ارتفاع الوول ايش قد؟ الغرفه عاده يكون ارتفاعها 3 متر، في هذا الطول انا انطيك المساحه مالت الغرفه، فراح تقول هذا الطول في ارتفاع اللي هو 3 متر راح يطلع لك مساحة هذا الحائط، تنقص منه مساحة الشبابيك ذني راح يطلع لك مساحة الحائط هذا. زين تجمع ويا هذا اللي هو طول هذا الحائط معلوم وارتفاع 3، تنقص منه مساحة هذا الشباك اللي مساحته معلومة ومساحة هذا الشباك اللي مساحته معلومة. عرفنا المساحة. فرق درجة الحرارة أنا أعطيك إياه جاهز، هاي الدلتا تي إكوفالنت أعطيك إياه جاهز. يبقى اليو، اليو مين ينحسب؟ ينحسب مين؟ من الجدول 17 إلى 19. خلينا نشوف 17 و 19. هذا 19
طبعا هذا ينطيك شنو مكونات الحائط، منين متكون الحائط. طبعا انا انطيك مكونات الحائط، اقول لك مثلا متكون من هلقد طابوق، وهلقد مثلا طبقه اسمنت، وهلقد طبقه جبسون بورد. فمثلا اذا نروح على بريك مثلا، اقول لك يا مبني من طابوق السمك مالته 102 ملم، هذا اللي هو معامل انتقال الحراره او المقاومه الحراريه، اللي هو متر مربع في الجلفن على الواط، هذا المقاومه الحراريه اللي هي الار. فهسه انت ايش صار عندك؟ صار عندك المقاومه الحراريه اللي هو الار، هاي ار 1. مثلا اقول لك بعد مثلا جبسن بورد بلاستر متكون من طبقه جبسن بورد 13، يعني طابوق وشوي وحاطين له جبسن بورد، ايش قد سمكه؟ مثلا نقول لك 13، ايش قد مقاومه ال 13؟ 26. زين، هذا الحائط صار بيه مقاومتين، اذا ماخذ بالهيت ترانسفير المقاومات الحراريه فراح تعرف شنو دا اتكلم عني. اكو هنا يعني هذا انتقال الحراره، من ينتقل الحراره عبر الحائط، اكو مقاومه حراريه بالحمل تصير هنا اللي هي واحد على اتش اوت في الاريا اوت، ومقاومه الطابوق، مقاومه هذا الحائط اللي يتكون من طابوق وجبسن بورد، واكو بالداخل مقاومه حراريه مال الاتش اي، معامل انتقال الحراره بالحمل للطبق للحائط الداخلي في الاريا الداخليه. فاليو هو عباره عن اليو، هذا مو جاهز يعني، مو قبل جاهز تجيبه من الجدول، يحتاج له فتح حساب، اللي هو اليو يساوي واحد على اتش اي اس ابني. انا مو مشكله اضيف لك قانون اليو لهنا زين، وارسل لك هذا الملف على على المودل، ارسله مرفق ويا الهوم وورك اللي يجيك، حتى تكون لك هاي فد نوت تمشي عليها. فبالتالي هذا اللي وش راح يصير قانونه؟ راح يصير واحد على الاتش اوت اي اوت. تقول لي يا بش قد الاتش اوت؟ الاتش اوت عاده مستقر، اذا نريد نحسب احنا للكولنج لود، فيكون الاتش اوت ثابت لان الظروف ما تتغير من نريد نحسب كولنج لود. فالصيف هو له معامل انتقال حراره بالحمل ثابت، والداخل الغرفه الداخليه هم لها معامل انتقال حراره بالحمل ثابت، فراح يصير عندك واحد على اتش اوت في الاريا اوت زائد الار مات المقاومه الحراريه مات الطابوق زائد المقاومه الحراريه مات الجبسن بورد، اذا اكو سمنت هم نقدر نضيفه حسب الطبقات اللي عندك، زائد واحد على معامل انتقال الحراره، يعني واحد على اتش اي في الاريا اي. هذا عن طريق راح تحسب اليو، يلا تجيبها تخليها هنا، ومو تجيبها قبل جاهزة من الجدول. ماكو قيمة يو للحيطان المتكونة من عدة طبقات يجي جاهز هنا. فش تكون عندنا هسه اذا رحنا حسبنا اليوم من الطبقات وضربناه في مساحة الحائط بعد ان طرحنا منه مساحات الشبابيك، ضربناهن في الدلتا تي ايكوفيلنت، ايش راح تطلع لنا؟ راح تطلع لنا اللود مال الحرارة اللي جاي من الحائط. زين، هنا بنفس الآلية السولر اند ترانسميشن جين اللي يجي من الروف، طبعا السقف كذلك، السقف والأرضية، هو هنا قايل لك السقف تعامل حالة حال الأرضية، السقف والأرضية بالضبط مثل الحائط، بس وبيها أنواع. الاكسبوزد روف يعني معناها السقف المعرض للجو الخارجي، اللي هو اذا ناخذ بنايتنا اللي احنا كنا ندرس بيها، فهذا مال الطابق الثالث، احنا وين جاي نشتغل؟ جاي نشتغل بالطابق الاول، فهذا ما ينطبق علينا، مو اكسبوزد روف، طبعا قانونه يختلف. الان اكسبوزد روف اند ان كونديشند سبيس ابوف، اذا كان عندنا احنا هذا هسه شغلنا، بس قريب مو شغلنا، يقول لك عندنا الروف مالتنا فوقها اكو غرفة زين، فبالتالي من فوقها اكو غرفة راح يتغير القانون. احنا شنو السقف مالتنا؟ السقف مالتنا بغرفة تقدر تطبق عليها هذا القانون،
زين هذا درجة حرارة الخارج التي اوت معناها ال 50 احنا فرضناها، والتي اي 24 وهاي التسعة طبعا تختلف عنا عن هنا، لان هذا راح تقل فرق درجة الحرارة، لان بالتأكيد احنا من اكو فوقانا غرفة مو مثل من ما اكو كل شيء، او من ما من قبل معرضة للشمس، فراح تقل الحرارة اللي داخلتنا. واليو ايضا تقدر تجيبها من الجدول 17 19 اللي هو نفسه مثل ما حكينا، الحائط يتكون من طبقات. النوع الثالث اذا عندك فوقك او جواك، طبعا احنا هنا جاي نحكي على الحيط السقوف والارضيات. فاذا كان جاي تحسب للروف او يعني للقاعيه او للسقف، اذا كان فوقك او جواك غرفه تطبق هذا القانون. هسه اذا كان فوقك او جواك مصدر للحراره، يعني مطبخ مثلا كيتشن او بويلر روم او غرفه بويلر، هذا راح يزيد فرق درجه الحراره. شوف صارت الناقص 9 زائد 15 زادت، زين. لان ليش؟ بسبب انه انت عندك مصدر حراري جواك او فوقك، فمن تريد تحسب الحراره الداخله من السقف او من الارضيه اللي وراها اكو مصدر حراري عالي، فراح تزود الحراره اللي جايتك. كذلك اليو تقدر تحسبها بنفس الطريقه من الطبقات المكونه للارضيه. احنا هسه هنا بهذا النوت بالحق ما ضايف الروم، ما ضايف الارضيه والسقف، لانه شبيهه بالجدار، فقلت ماكو داعي نضيفها. زين، حتى اقلل عليك الاشياء اللي تريد اللي تحسبها. زين، فهسه انت اذا رحت تحسب، يعني افرض السقوف ما راح يجي منها والارضيه ما راح يجي منها لود، فرض يعني، طبعا هو بالحقيقه يجي بس افرض ما يجي. زين، النوع الخامس اللي هو هيت ترانزميشن اللي جاي من البارتيشن. حتى نروح نحسب الحراره مالت الغرفه مالتنا اللي هي هذه، هذا بارتيشن ما حسبنا الحراره اللي تجي منه، وهذا بارتيشن ما حسبنا الحراره اللي تجي منه. هسه الحراره اللي تجي من البارتيشن شنو؟ الحراره اللي تجي من البارتيشن هذا قانونها. الحراره اللي تجي هيت اكيو لود اللي يجي ترانزميشن المنتقل من البارتيشن يساوي اليو. طبعا اليو ايضا نحسبها بنفس الطريقه من 17 19، حائط مكون من عده طبقات نجيب لليو ونخليها. طبعا تنحسب، واضيف لك قانونها، اعدل هاي اضيف لك قانونها وادز لك اياها. في الاريا مات البارتيشن، مساحه البارتيشن هذا مساحه الحائط. تقول لي يا بها مساحه الحائط شلون اعرفها؟ هذا الطول انا مطيك اياه، هاي الابعاد الغرفه هذا في هذا مطيك اياها. ارتفاعها 3 عاده، فراح يصير عندك 3 ارتفاع في هذا، راح يطلع مساحته اللي هو نفس مساحه هذا. تمام لو تمام، لا اكو شباك ولا اكو باب، فذني مساحاتهن عرفناهن. تمام، هسه يبقى شنو فرق درجه الحراره عندك، وهاي التسعه فاكتور، لان بالتالي هو جاي يقارن بين الحراره اللي تنتقل من هذا الحائط والحراره اللي تنتقل من البارتيشن. من البارتيشن تنتقل اقل، ولذلك هو ايش منطيها؟ منطيها سالب 9. ايش راح تطلع عندك؟ راح تطلع عندك الحراره او اللود اللي داخل للغرفه اللي جاي من من البارتيشن. طبعا هذا لحد هنا احنا جاي نشتغل شنو؟ احمال خارجيه. تمام، زين. النوع السادس، النوع السادس هو الحراره اللي تتولد، طبعا هاي من البيبل اللي هي شنو؟ داخليه. الحراره اللي تجي من الداخل اول نوع منها هي شنو؟ هيت جين باي بيبل. البيبل الاشخاص اللي موجودين بالحيز يولدون حمل، طبعا هذا الحمل ينقسم الى حمل نوعين، سنسبل هيت جين وليتنت هيت جين. زين، هسه السنسبل هيت جين عدد الاشخاص في السنسبل هيت جين اللي ولد الشخص في الفاكتور. هسه عدد الاشخاص احنا نفرض احنا 35، 35 واحد قاعدين بالقاعه، ايش قد يولدون حمل حراري؟ يولدون حمل حراري نقدر نجيبه منين؟ من جدول 26. خلينا نشوف جدول 26. جدول 26، جدول 26، هذا جدول 26. طبعا جدول 26 هنا ايش كاتب لك؟ ديجري اوف اكتيفيتي، درجه النشاط. احنا قاعدين شو نسوي؟ قاعدين بثياتر، بمسرح،
لو قاعدين مثلا بمسرح ليلي، ليش؟ طبعا هنا يتغير الأحمال، تتغير. شوف السنسبل بالمسرح 65، بينما من تقعد بلايت وورك ايش قد يصير؟ 75. من تروح الفتشي، خلينا نشوف جيم او شيء، شوف هذا مودريت دانسينج، يعني مثلا رقص متوسط، او دانسينج هول قاعه للرقص. شوف ايش قد ايش قد اللود السنسبل 90، واللود الليتنت 160. شوف الليتنت معناها شنو؟ هنا الانسان من جاي يبذل جهد، جاي يتنفس بطريقه اسرع، وبالتالي بخار الماء اللي يرفضه للحيز يزود، فالليتنت تشبيه عالي اعلى من السنسبل. في حين ما من انت ووكينج او ستاندينج، من انت تمشي او قاعد زين، راح يكون السنسبل حرارتك تعلى، فانت تولد لود مقداره 75 واط زين، بينما الليتنت النفس او احنا نسميه النفس هو الليتنت مقدار الحمل الكامن راح يكون 70. شوف هسه هذا الهيفي وورك مثلا، هذا هيفي وورك، شوف الهيفي وورك شلون جاي يصعد 170 255 ماشي. فانت شوف هذا الجمباز او القاعات الرياضيه، شوف شلون جاي يزود 210 السنسبل، 315 الليتنت ماشي. فهذا يعتمد على درجة النشاط. احنا ناخذ نشاطنا، احنا مودريت اكتف اوفيس وورك، نشتغل اوفيس وورك او لايت وورك، اوفيس اوفيس هاي هنا اوفيس، مكاتب، هوتيل، ابارتمنت، اقسام، يعني يكون 70 ب 45، اذا على الماكسيمم نصمم 70 ب 55. هاي على قاعتنا، جاي نحكي على قاعتنا الدراسية زين. فاذا عرفنا السنسبل والليتنت اللي جاي وين، هذا عدد الاشخاص، عددنا احنا 35 واني 36، في السنسبل هيت جين اللي يرفض الانسان اللي جبناه من الجدول 26 اللي يعتمد على جدول على النشاط، في فاكتور، هذا الفاكتور يقول اذا كانوا الناس رجال فناخذ الفاكتور واحد يكون هذا عالي، اذا اكو يعني اذا ذولا ومن نساء ناخذ 0.8، فهذا المقدار نضربه في 0.8 راح يقل السنسبل، واذا كانوا اطفال راح يكون شنو 0.75. هسه تسالني تقول لي ليش النساء 0.8 الاطفال 0.75؟ بالحقيقه هو هذا الجدول، هذا الجدول صمم جابوا مجموعه من الناس زين وخلوهم يمارسون هاي الاعمال وقعدوا قاسوا زين، قاسوا كأفرج للشخص الرجل المتوسط زين، فقالوا بالتأكيد الطفل أعضائه وبنيته الجسمية والمرأة كذلك زين تكون رفضها للحرارة يكون أقل. احنا عندنا بس فاطمة، يعني راح نفرض، احنا راح نفرض زين، مو لأنه شو اسمه، بس راح نفرض احنا الغالبية زين، وراح نفرض هذا واحد، كنا راح نفرض واحد حتى يكون ماكسيموم لود زين. سنجي على ليتنت كذلك نفس الشيء، احنا جايبين عدد الاشخاص نعرفه 35، ايش قد يصرفون ليتنت نجيبه من الجدول 26 ونضربه بالفاكتور واحد، راح يطلع السنسبل والليتنت لود. يعني هسه اذا نجي لغرفتنا احنا نقدر من هذا القانون هيت جين باي بيبل سنسبل، قلنا عدد الاشخاص في السنسبل اللي يتولد في الفاكتور، طلعنا السنسبل زين. نجي للليتنت، عدد الاشخاص بالليتنت بالفاكتور يجي مين من الجدول، هذا الليتنت سنسبل ليتنت هيت جين، عرفنا هذا الرقم واضح واضح زين. نجي للنوع الاخر هيت جين باي لايتس، الحراره المتولده من اللايت، طبعا هذا هم لود داخلي. القانون مال هذا النوع هو الحراره، طبعا هاي حراره محسوسه بس اللايت، فرق درجه حراره تقيس الجلوب تلقاها حار، ماكو بخار ما متولد حتى نقول ليتنت. فالحراره المحسوسه اللي يولدها اللايت، عدد اللايتات في السنسبل هيت جين اللي يولد اللايت في الفاكتور، عفوا، او اكو طريقه، او اكو طريقه انه هسه اقول لك بها الطريقه هذه،
اكو طريقة تصميمية يصممون بأنه اللايت باور ان وات في الفاكتور. اللايت باور ان وات يقولون لازم انت تصمم هاي هنا اللايت باور ان وات تو بي اسايند باي الكتريكال انجينيرنج، لازم يخمنه منه المهندس الكهربائي. المهندس الكهربائي شو يقول؟ يقول لازم تخلي 20 وات بكل متر مربع، لازم تضربه بمن اذن، لازم تضربه بمساحه الفلور. يعني هسه احنا اذا ردنا نحسب قاعتنا شو نقول؟ نقول كل متر مربع بيها، هذا كل متر مربع بيها، خلينا نفرض هذا متر مربع، فكل متر مربع بيها ايش قد لازم نعطيها اناره؟ لازم نعطيها 20 واط. فبالتالي شو نقول؟ 20 واط في مساحه الارضيه مالت من؟ مالت الغرفه مالتنا. فهسه احنا اذا ردنا نحسب اللود مالت الغرفه واللايت اللي نعطيه، نقول الكيو لايت يساوي 20 واط، هاي 20 واط بالمتر المربع في مساحه الفلور، مساحه القاعيه الارضيه، في الفاكتور هذا ماخذ فاكتور 1.2 اذا كان نوع اللايت من هذا النوع. واضح؟ زين. هاي كاحمال داخليه. بعد اكو احمال داخليه، اي اكو احمال داخليه بس احنا بالغرفه بعد ما عندنا. مثل شنو؟ ممكن يكون ابلينس، يعني مثل يكون حاسبات، مثل يكون غلايات الموجوده بالمكاتب، غلايات شو اسمه. هذا هنا اكو خطا بالمحاضره، هاي نازله المفروض تصعد. او هو معتبر الابلينس معتبره لايت، معتبره لايت، واكو اكو بي ليتنت، اكو بي اكو اكو اجهزه، اكو اجهزه تسوي ليتنت مثل المنو، مثل الغلايات، هاي الغلايه اللي يفورون بها مي. احنا ما عدنا بالغرفه مالتنا هاي الامور الاجهزه. اكو غرف، اكو غرف تحتوي على الكتريكال موتورز، على ماطورات كهربائيه، احنا ما عدنا. طبعا تقدر ببساطه عدد الماطورات في الباور اللي مال الماطور، منطيك بالجدول 27 اذا تراجعه ماطورات وشون تشتغل وش قد الباور اللي تشتغل به. عندنا بعد فد شيء مهم اخر، نوع اخر من الاحمال اللي هو الانفلتريشن. الانفلتريشن معناها الهواء المتسرب من الغرفه. هسه مره الهواء يتسرب من الغرفه من باب، مره يتسرب من شباك، احنا هاي الفتحتين عندنا فقط. فهذا الهواء المتسرب انت ما تسيطر عليه، ما تسيطر عليه. شوف هنا شو راسم لك، رسم جاي يتسرب من الكراك، من الشق، من الفتح. زين. وكذلك انت من تفتح الباب والطوب، او من تفتح الباب وتطلع، هذا اكو عندك لوزز جاي يصير، او من اسفل الباب، او من الباب اذا ما كانت محكمه الاغلاق، فاكو هواء عندك جاي يصير بيه شنو؟ ليكينج، متسرب. زين. هذا شلون نحسب اللود مالته؟ هذا بالحقيقه احنا ما نحسب اللود، يعني نحسب اللود مالته، ولكن قبل ما نحسب اللود مالته نحتاج نعرف ايش قد قيمه الهواء المتسرب. شلون نعرفه؟ نعرفه من هذا القانون. القانون هذا شو يقول؟ يقول عدد الشبابيك، اذا اردنا نحسب طبعا للشباك او الباب، خلينا نجي لهنا، هذا الانفلتريشن. اذا تريد طبعا تعتمد اكو نظريتين depending on window or door area. اذا عندك مساحة الشباك، شوف هسه هذا القانون يقول الهواء المتسرب الكلي من الشباك او من الباب يساوي عدد البيبان او الشبابيك في الفي اللي راح يهرب من الشباك او الباب. هسه هذا شنو هو؟ إلت outdoor air، هذا راح يطلع لك باللتر على السكند، هذا عدد الشبابيك او البيبان، وهذا الفوليوم فلو ريت بالمتر المربع، هذا فوليوم فلو ريت، هذا متر مكعب المفروض مو متر مربع، متر مكعب لتر بير سكند، تجيبه من التيبل هذا. خلينا نشوف فوليوم فلو، عفوا هذا فوليوم فلو ريت بير متر مربع، يعني المتر المكعب بير متر مربع، يعني المساحه او الهواء المتسرب لوحده المساحه. زين. في اللتر بير سكند، هذا يجي منين؟ يجي من جدول 22 23. خلينا نشوف جدول 22 23، جدول 22 23، هذا الجدول 23، هذا الجدول 22، هنا منطيك ايش قد يصير انفلتريشن، وهنا ايش قد يعطيك انفلتريشن مثلا للشبابيك. هنا شوف مثلا خلينا ناخذ شباكنا صغير، اذا اخذنا شباكنا صغير
واخذناه فرضناه طبعا متل ساش، خلنا فرضه متل ساش يعني اطاره حديد زين، وخلنا ناخذه نوع الاول نو دبليو ستريب، فراح يكون الهواء المتسرب عندك شنو 8.22 لتر بير متر مربع ساش اريا، فراح شو يصير عندك هذا، هذا يصير 8.2 بوحده، طبعا هاي المساحه مساحه الشباك مره يكون كبير تنتقل الذن الكولومات الثلاثه، عفوا صغير تنتقل الذن الكولومات، مره يكون شويه اكبر شوف لاحظ زين راح تنتقل لي وين لهذا المكان زين. زين فافرض احنا طلعت عندنا مقدار التسرب هو ايش قد، هو هذا المقدار، فبالتالي ايش راح النتيجه راح تطلع، راح نقول من الويندو عدد الشبابيك احنا فرضنا اربع شبابيك يعني حسب غرفتنا بها ثلاثه بهالاتجاه والرابع عكس الاتجاه، فراح نقول عددهن اربعه، الفوليوم اللي يطلع هل قد بير متر تربيع، خلي ببالك يعني يكون الضربه في مساحه الشباك، راح تطلع راح يطلع لك الهواء المتسرب الكلي من الشباك، من الدور ايضا كذلك عدد البيبان في الفوليوم فلوريت اللي يطلع من الدور هم تحسبه من هذين الجداول. خلينا نشوف الدور، الدور ويندو ويندو سايد دبل هيوج هذا 24 وين 23 23 بي هذا اللي يجي من الدور انفلتريشن ثرو دور، انفلتريشن ثرو دور هذا اللي يجي من الدور. افرض احنا قاعتنا خلينا نفرضها في شيء قريب الديبارتمنت ستور سمول دراج، ماكو تطبيق قريب علينا، مفروض اكو في التطبيق قريب علينا، خلينا نشوف اكو جدول، خلينا ناخذ هذا ثرو ويندو اند دور، بس هذا بالكراك ميثود ما يخالف، يلا خلينا ناخذه حتى لو بالكراك زين، بس خلي ان ناخذ هذا، اذا عندنا مثلا افريج ويندو تايب اوف دبل هيوج ويندو، هنا عندنا اذا هذا دبل هيوج ويندو لوكت اون ويندو سايد، هذا الويندو مفروض اكو دور ويندو، هذا الدور هذا الدور طبعا هذا بالكراك مثلا، بس تقول لي شنو كراك، اقول لك لا تدوخ نفسك الان، خلينا ناخذ فد قيمه معينه زين الفد دور معينه، خلينا نقول افريج انزليشن يعني تقريبا معزوله زين، نعطيك هنا طول الكراك زين، هنا ويند فيلوسيتي خلينا ناخذ الويند فيلوسيتي 1.4، خلي نقول انه افريج راح يتسرب عندك هواء بمقدار 7.48، هذا الهواء المتسرب 7.48، تجي القيمه وين نخليها، نخلي القيمه هنا نضربها في مساحه الباب، ايش راح يطلع عندنا، راح يطلع عندنا التوتال اللي طلع من الباب، طبعا هاي الطريقه بالاعتماد على اليمن بالاعتماد على المساحه، اكو طريقه بالاعتماد على الشق ما اريدك تدوخ بيها، ياخذون طول الشق لان كل ما تكبر المساحه طول الشق يزود، فبالتالي شو يصير مو عدد البيبان وعدد الشبابيك، لا طول الشق في الفنتليشن اللي هي من نفس الجداول، احنا خلينا نحسب النظريه الاولى اللي هي تعتمد على اليمن، ما تعتمد على طول الشق، تعتمد على المساحة، لأن احنا مساحاتنا اللي نتعامل وياها صغيرة، طبعا اكو بيبان كبار وشبابيك كبار لازم ناخذ طول الشق بها. هسه احنا بالانفلتريشن ايش حسبنا بالحقيقة؟ حسبنا بس شنو؟ بس هواء، بس كمية هواء متسرب، وين نودي؟ حاليا خليه بإيدك، بعدين نجي، حاليا خليه بإيدك، عندنا هواء متسرب من الشباك وهواء متسرب من الباب. ليش؟ لان عندنا بعد فد شيء اسمه الفنتليشن التهويه، هاي التهويه عباره عن هواء جاي من الظرف الخارجي داخل لي وين، داخل لي الحيز، وهذا ايضا بلود زين،
طبعا هذا يعتمد على اليمن، مرة نحسبه بالاعتماد على عدد الأشخاص، ومرة نحسبه بالاعتماد على المساحة. احنا طبعا اكو يعني بالجديد يحسبوهن اثنينهن بعدد الأشخاص وعدد المساحة حتى يزودون الفنتليشن، زين، لأن الفنتليشن اللي جو من جاي يحسبوه على عدد الأشخاص هم اللي جو جاي يطلع قليل. على العموم خلي ناخذ احنا هسه، خلينا نحسبه فقط على عدد الأشخاص. احنا نحتاج تهوية؟ لو ما نحتاج طبعا نحتاج تهوية. احنا ايش قد عددنا؟ عددنا 35، كل واحد ايش قد يريد؟ طبعا هاي الحاجة مالتنا مال الفنتليشن تعتمد على شنو؟ تعتمد على نوع النشاط اللي جاي نسويه. لو تلاحظ الجدول 25، جدول 25 هذا ينطيك الفنتليشن بالاعتماد على شنو؟ بالاعتماد على النشاط مالتك اللي انت جاي تسويه، لان كل ما زاد النشاط خو تحتاج تهوية اكبر، تمام لو مو تمام. فخلي ناخذ احنا جاي نشتغل باوفيس، خلي ناخذ احنا 2.5 كل واحد يريد من عندنا 2.5 لتر بالسكند لكل شخص. هسه تقولي لي هذا الرقم شنو؟ هذا الرقم اذا اعتمدنا على المساحه، فكل واحد متر مربع شي يريد؟ يريد 0.3، فبالتالي كل شخص يريد اكبر، فبالتالي راح ناخذ القيمه الاكبر. زين، راح نقول 2.5، نجي لهنا نقول يابا بالفنتليشن تعتمد على اليمن على عدد الأشخاص، عدد الأشخاص 35 وكل واحد يريد 2.5، زين، فراح يصير 35 في 2، راح تطلع لك القيمة مال الفنتليشن اللي يعتمد عليه عدد الأشخاص، تمام. هنا هذه الفنتليشن احنا اللي قلنا تعتمد على المساحة قلنا ما نحسب بيها. هسه ايش حسبنا؟ حسبنا مقدار الهواء، مقدار الهواء هنا، مقدار الهواء اللي يجي من الفنتليشن ومقدار الهواء اللي يجي من الانفلتريشن. هذا عبارة عن مقدار هواء، نجمعهن اثنينهن يطلع لنا مقدار من الهواء متسرب من الغرفة وداخل بمكانه هواء حار. شلون نحسب الكيو مالته؟ نحسب الكيو مالته بهذا القانون، الكيو سنسبل يساوي 1.2 في مقدار الهواء في دلتا تي، والكيو ليتنت لأن تعرف انت الهواء يحتوي على حمل كامن وحمل محسوس. الحمل المحسوس هو هذا يحسب بهذا القانون، والحمل الكامن يحسب بهذا القانون. هذا الجي هو عبارة عن دبليو ان ماينس دبليو اوت، يعني المحتوى الرطوبي الخارجي ماينس المحتوى الرطوبي الداخلي، او المويستشر كونتنت اللي هي الدبليو. زين، فبالتالي انت ايش حسبت؟ حسبت الكيو ليتنت والكيو سنسبل، وطلع عندك لود محسوس ولود كامن. هسه لحد هنا خلينا نفرض، طبعا هاي انا كاتب لك اياها انا دبليو او دبليو ان، خلينا نفرض احنا هذه الاحمال هي تقريبا كل الاحمال الموجوده بالقاعه الدراسيه مالتنا. تقدر تحسب عن طريقها شنو؟ اللود الكلي، تجمع السنسبل، كل السنسبل يعني كل المحسوس. شنو هو المحسوس؟ المحسوس قلنا المحسوس معناها اللي يسبب فرق في درجة، او اللي اثر فرق درجه الحراره، اللي هو هذا محسوس، هذا محسوس، هذا ايضا محسوس، هذا ايضا محسوس. عندنا هنا كامن اكو بالبيبل، هنا عندنا كامن سببه شنو؟ تولد بخار الماء من النفس مال الانسان. بعد وين عندنا كامن؟ عندنا هنا بالانفلتريشن وبالفنتليشن، مو اكو هواء بالبي في، فالفيش بيها بيها محسوس وبيها كامن، فتجمع المحسوس على حده وتجمع الكامن على حده، وتقدر شو تطلع؟ تقدر تطلع اللود الكلي. ومن اللود الكلي تقدر شو تطلع؟ تقدر تطلع الروم سنسبل هيت فاكتور اللي هو الحمل المحسوس على الحمل الكلي، وتقدر تطلع اللود الكلي بالطن. تقول يعني انت مو جمعت الحمل المحسوس والحمل الكامن، تجمعهم سوا راح يطلع لك هلقد كيلو وات. تقول تقسمه على 3.5 ايش يطلع لك؟ يطلع لك اللود اللي تحتاجه بالطن لغرفة الدرس مالتنا. أتمنى يكون هذا الشرح واضح، وإذا عندكم أسئلة بشكل اكتب سؤالك بشكل واضح، وإذا حتى أوضح لك إياه، وراح أحاول أرفع هذا المقطع من الفيديو. هو هذا المقطع من الفيديو بالحقيقة تجاوز يعني تقريبا ساعة، فشوية راح يصير حجمه كبير، فراح اضطر احمله على قناة او على جروب مجموعة بالتليجرام نكون كنا موجودين بيها، واللي عنده سؤال يسأل هذا السؤال. واتمنى لكم كل الموفقية والسلامة. مع السلامة.